مور المستشار الإعلامي لمجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ شريف فؤاد، شكرا لحضرتك. طبعا كلام مهم جدا قلناه، وخلينا أخد من كلام الأستاذ شريف بداية اللي قلته في الحلقة. قلت إن النادي الأهلي ليه سياسة، ليه سياسة في كل حاجة، ليه سياسة في كل حاجة. فلما أنت مش من سياستك أبدا تدخل مزادات في حاجة، ومش أبدا من سياستك انك تتضارب في حاجه يوصل قيمتها اكبر من حجمها. بوضح حاجات كتيره لان بعض التليفونات اللي جايه لي والتوضيحات اللي عايزاني اوضح اكتر ما اقدرش اوضح اكتر من كده. وزي ما قلت لكم اليومين الجايين هيكون عندكم معلومات سواء لاعضاء النادي او للجماهير وصفقات وامور جيده جدا جدا. خليني برضه اقول لكم يعني سريعا كابتن محمود الخطاب، ناخد تليفون مهم جدا، واحد من احد اصدقائي، واحد من لعيبه النادي الاهلي اللي تقدر تقول عليه مش بقى متربي من النادي الاهلي، هو كده ما تبص في لوجو النادي الاهلي تلاقيه، لان ده من ناشئين النادي الاهلي ومكتمل وموجود. وقت ما كان بيطلب منه انزل بينزل، ريح شويه ريح شويه. راجل بصراحة أنا قربت منه كتير جدا، وبلغة الصحافة كده كنا دايما نروح للعيب مش اللي عنده مشاكل لكن اللي ممكن يعمل لك خبطة، تقول له كده تقول له كده تعمل له كده، مفيش، ماشي طوالي ماشي دغري، فاهم هو بيعمل ايه، عارف قيمة التيشيرت اللي بيلبسه، عارف قيمة قعدته حتى لو قاعد على مقاعد البدلاء. فأصعب الظروف لما كان بيشارك كان بيتألق. من 48 ساعة كده كان كاتب بوست على الفيسبوك من أبدع، يعني لو الكابتن شغال إعلامي كبير وكاتب صحفي كبير مش هيكتب هذا البوست بهذا الإبداع، ولكنه كتبه بإحساسه، إحساسه اللي اتربى بيه في النادي الأهلي، إحساسه اللي كبر بيه في النادي الأهلي، رؤيته اللي جاية في الفترة اللي جاية، اللي كان بيقول كان نفسي اعتزل جوه النادي الأهلي ولكن هي الظروف. كابتن احمد عادل عبد المنعم، مساء الفل عليك، وحشني وربنا يوفقك في مشوارك الجديد ومبروك التوقيع للمقص. مساء الفل طبعا يا كابتن ايهاب، ومتشكر جدا على التقديمه الجميله دي بجد، يعني ده كتير عليا والله. عشره عمر يا ابو حميد، وكلنا مقدرين دورك في النادي الاهلي وفي الفريق الفتره اللي فاتت اللي لازم الناس تفهمه وتشوفه. طبعا يعني انت حضرتك صديق عزيز عليا، ويعني دي يعتبر اول مداخله اعملها من ساعه ما موضوع المقصه ده يعني ايه. فطبعا انا يعني بحمد ربنا الاول على الخطوه ديت، وان شاء الله ربنا يكون موفقني فيها، واقول ان انا مبسوط الحمد لله بانضمامي. طبعا المقصه يعني كبير، ناس محترمه جدا، اللي هو محمود عبد السلام طبعا من اول الناس اللي اتكلمت معايا وشجعتني يعني على الموضوع. انا بصراحه يعني زي ما انت قلت في التقديم، انا كنت يعني عمري ما تخيلت ان انا امشي من النادي الاهلي بصراحه يعني، وعمري ما كنت اتخيل في يوم من الايام من وانا صغير وطلعت الدرجه الاولى ان انا كان امنيه حياتي ان انا اعتزل جوه النادي الاهلي وما العبش لاي نادي تاني. بس خلاص في ظروف كده، عارف ظروف قهريه طبعا بتاخدك لحتت، لازم تبقى في قرار بالنسبه لك، يعني لازم يكون في قرار بالنسبه لك ولازم تقيم الوضع بشكل منطقي يعني. بس فانا الخطوه دي كانت خطوه مهمه بالنسبه لي، وانا طبعا انت عارف النادي الاهلي ده يعني ده بيتي طبعا، وزي ما انت بتقول اللي انا كتبته ده انا كنت حاسه جوايا، وكان في كلام اكتر من كده كمان جوايا. لا انا بحييك اولا على البوست اللي انت كتبته لانه كان كله مشاعر، يعني انا قريته بصراحه يعني أثر فيها بشكل كبير جدا، خاصة وأنا كنت قريب منك ومتابع وشايف أحمد عبد المنعم بيعمل إيه، قعدته بيطلب منه بيتصرف إزاي، أي وقت بيطلب منه ينزل بيكون قد الحدث وقد الموقف. والله بص الحمد لله أنا بذلت كل جهد ليا، والله عمري ما بخلت على نادية بحاجة. النادي دوت اللي عمل أحمد عادل ولحم كتفه من خيره، مش كلام بيتقال والله. أنا سبت النادي دلوقتي، يعني كلامي يعني الشهاده مش مجروحه خالص، بالعكس انا دلوقتي سبت النادي وبقول ان فعلا النادي ده انا لاحمد كاس من خيره، وهو اللي عمل احمد عادل، وهو اللي عمل اي لعيب كوره في مصر في لعب في النادي الاهلي، هو اللي عمله النادي الاهلي كيان كبير كيان عظيم.
كل في الناس مواقف تتمنى. للكابتن احمد عادل عبد المنعم لا تنسى، الكونفدراليه 2014 وانت بتلعب وانت مصاب ومش عايز تطلع من الملعب وخايف على الفريق، احمد عادل عبد المنعم مش محتاج يتكلم عن نفسه لان احنا كلنا عارفين مواقفك مع النادي الاهلي. والله بص، انا بحمد ربنا وفعلا بشكرك على الكلام الجميل اللي انت بتقوله ده والله. بس هي زي ما انت بتقول، يعني في مواقف ما بتتنسيش. يعني انا موقف زي دوت مثلا، انا كان بعد المباراه، يعني حد من الجهاز الفني كان بيقول لي مش كان ممكن ان انت تبقى مصاب، ده لا قدر الله يحصل حاجه وانت اللي تشيل الماتش وتشيل البطوله. قلت له انا ما يهمنيش، انا عملت اللي من على ضميري واللي يستحقه النادي ده مني انا عملته. انا بقى ابقى كبش فدا، انا ابقى ناجح. انا والله ما فكرت ساعتها غير في بالظبط. النادي الاهلي وغير في فرقتي، ان البطوله دي لازم تيجي وما خسرش النادي الاهلي تغيير. فهي زي ما انت بتقول، الواحد ما بيبقاش بيحسب لها قد ما هو كان بيفكر بقلبه بمشاعره وبطوله وجمهور. لا، النادي الاهلي يا جماعه كان كبير، لازم كل واحد يفكر التفكير دوت. النادي الاهلي مش اي حد، يعني مش اي حاجه، لا، النادي الاهلي ده كيان عظيم فعلا. ابو حميد بتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المقاصه، فرقه كبيره وفرقه محترمه، لكن ليه تحديدا هذا التوقيت لاختيار هذا القرار الصعب؟ والله بص، هو القرار زي ما انت بتقول صعب، وانا كنت بفكر فيه يعني من فتره، وبس القرار زي ما انت بتقول مش قادر اخده، مش قادر اخد القرار. فلما قعدت مع الست اللي هو محمد عبد السلام والاستاذ محمد مجدي، الناس محترمه جدا، قعدوا طبعا اتكلموا معايا واتناقشنا، وكان في فرصه ان انا العب افريقيا معاهم. يعني هقدر استفاد، وفي نفس الوقت انا مش هضر في الاثير، لان النادي الاهلي طبعا طبعا زي ما انت عارف بمن حضر عنده جوان كبيره وعنده ناس يعني قد المسؤوليه. فانا حسيت ان التوقيت دوت النادي الاهلي خلاص مش في حاجه لاحمد عادل في التوقيت ده، واحمد عادل هو في حاجه لنفسه بقى. يعني الوقت ده احمد عادل محتاج نفسه شويه تمام. بس. فاستاذنت بكل ادب طبعا مع كابتن سيد والكابتن حسام، وشرحت لهم وجهه نظري، وشرحت لهم قد ايه انا محتاج الفتره دي بجد، عشان تعرف ان اللعيب لازم يلعب عشان طبعا خاطر مستواه يعلى ويبقى في طبعا منافسه. فانا كنت محتاجها، فانا استاذنت طبعا كابتن سيد ان هو يوصل للاداره ان انا محتاج ان انا العب. والحمد لله الناس تفهمت جدا الوضع بتاعي، وكانوا يعني فعلا مساندين ليا وساعدوني جدا يعني على الخطوه دي. هسألك سؤال قد يظن البعض انه بعيد، ربنا يكرمك تتألق ونشوفك الحارس رقم واحد في مصر كلها، هيبقى عينك ترجع تاني النادي الأهلي يا كابتن؟ طبعا بص، ده بيتي وشرف لاي حد يخش النادي الاهلي، فما بالك انا ابن من ابناء النادي الاهلي. لا طبعا، يعني طبعا انا هجتهد وهتعب عشان خاطر طبعا عيني طبعا تكون موجوده على النادي الاهلي. النادي الاهلي لو طلبني والله، لو ببلاش والله 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 همضي ببلاش لو النادي الاهلي طلبني في اي وقت، لان ده بيتي وما ينفعش حد يعني يتشرط على بيته او يعني حط تحتيه مليون خط انا عارف والله الموضوع ده. يعني وواثق في كل كلمه انت بتقولها، لان العلاقه اللي بيني وبينك عارف بالظبط انت بتقول ايه، لكن اخيرا كلمه لكل عشاقك من جماهير النادي الاهلي. لا طبعا، يعني انا بجد يعني هشتاق ليكم ومشتاق لتيشيرت النادي الاهلي ولوجو النادي الاهلي والكيان الكبير، بس دي سنه الحياه. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ويجمع اكتر قدر من البطولات الفتره الجايه، بالجهاز الفني واللعيبه بجمهور باداره بكل الناس. ان شاء الله النادي الاهلي كبير، واتمنى التوفيق لكل الناس اللي موجوده يا رب باذن الله. أشكرك كابتن أحمد وكل التوفيق ليك في خطواتك المقبلة. شكرا يا كابتن أحمد عادل عبد المنعم.